إذن بسم الله وعلى بركة الله تبدأ العربات الآن مع قرع الطبول باستقبال الأبطال، حيث ستجوب هذه العربات المجمع لتحيي الجميع برسم الإنجاز والبطولة. شكرا لكم أبطال عمان، شكرا لكم يا من صنعتم الإنجاز، شكرا لكم يا من أفرحتم عمان، يا من كانت أمسية الأمس فارقة ومختلفة في حياتنا. أي بداية لعام 2018. تحية لك يا معلقنا الكبير أحمد الكعبي في هذه العربة التي تحمل مع النجوم وصوته ضحى يوم الأمس. تحية النجوم أحمد كارلو اليوم ولاهم جميعا. Yeah.
لا تلعب وياه. سلام. سمعوهم صوتكم وانتو من العصر وانتو على نفس الشيلات والصيحات، سمعوهم. علو 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 اعلى. هذا يقول هذا العماني. سلام يا كرام. جمهورنا العزيز، بعد ما احتفلنا بالابطال وهم يتجولوا بالكاس في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، نقول لابطالنا اسود قابوس الف مبروك. تحيه لنجوم المنتخب. والان بسم الله وعلى بركه الله، بعد ان احتفينا بهم قلب واحد كمجموعه، الان سنزف الابطال فرد فرد الى منصه الاحتفال هنا هنا في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. اولا الطاقم الاداري، نبدا مع الجهاز الفني والاداري والطبي للمنتخب، ونبدا من المهمات ومسؤول المهمات من عليهم واجب تسهيل المعضلات، الكابتن كامل بن يوسف البلوشي. هو التحية والسلام، وندعوه للمرور بين أطفال عمان وهم يرفرفوا ويحيوا. تحية للكابتن كامل، يستاهل التحية. أيضا التحية للكابتن أحمد بن ناصر بن سالم العويسي. إلى الطاقم الطبي، ويا سلامة وعافية هالكون، كوني برد وسلام على أبطالنا. التحية لي بافل سكودا. أيو التحية أيضا للمدلك جينيديا. تحية له وهو يمر في المعبر الشرف الذي من خلاله يصل إلى منصة الاحتفال. تحية للكابتن حيو استاهل. أيضا التحية لأخصائي العلاج الطبيعي يعقوب بن عبد الله المحروقي. وصل للمنصة له التحية منكم جمهورنا الكبير، استاهل. أيضا التحية لأخصائي العلاج الطبيعي هاري بورك، تحية له. تحية للكابتن. ونواصل مع الطاقم الطبي، طبيب المنتخب الدكتور محمد مولو، تحية له. تحية للدكتور وهو يصعد على منصة الاحتفال. حيو يا جمهورنا حيو في ليلتنا المحتفية بأبطال خليجي 23. إلى الخبير الفنان بلغة خبرة الكبار وهو بين صناع الإنجاز كمدير شؤون اللاعبين، مين يا جماعة الخير؟ الكابتن أحمد حديد المخيني. سلام يا كابتن سلام. سلام للكابتن أحمد. ونواصل مع من رسموا الإنجاز وعادوا بالبطولة إلى عمان. كل ما يترجم صح
معناته خلف إدارة صح، تضبط الإيقاع صح، تهندس، تبرمج، تصفد ليكون النتاج صح وصح. مدير المنتخب الكابتن مقبول محمد البلوشي. تحية للكابتن مقبول والتحية من الجمهور ومنا جميعا احتفالا بهذا الإنجاز. نواصل وإلى المدربين. مدرب اللياقة الفنية منتخب يحرث الملعب حرث، قولوا ما شاء الله، يعطيك 90 دقيقة وزود بكامل تركيزه وجهده البدني، معناته طبيعي خلف مدرب لياقة فنان الرسام يضبط أوتار الأنفاس. تحية لمدرب اللياقة البدنية ريكاردو سيلفا. حيو له التحية. أما عن القادم فسأقول نتاجه وخبز ايديه بين قوسين فايز، وهنا سأقف ولن أكمل الحديث، إنه مدرب الحراس الشاذلي. مبروكي، تحية له. مساعد مدرب ثاني لمنتخبنا، السند والعون، طاقم هندسة تفاصيل الملعب ورسم الخطط والوقوف عند ترجمتها على الميدان. مساعد المدرب الثاني كابتن وليد بن زايد السعدي. ايه هي كذا، حيو وليد، عافية عليكم. ابي اسمع حصيحات مع كل النجوم. سلام على جمهورنا. وليد على المنصة والتحية من المدرجات. حيو نواصل مع الأبطال. مساعد مدرب أول الكابتن مهنا بن سعيد العدوي. حيو إلى القادم، خبير وحكيم وفنان، في أقواله وتصريحاته يثير الأشجان، يعرف بما ينطق ومتى ينطق. دخل البطولة بتصريحات بعيدة عن الضجيج ويهمس بهمس بسيط في أذن الكاس، جئت لصناعة المفاجأة وكفى، ثم عمل على صياغة السحر الحلال بريشة مباراة بعد مباراة بأروع وأجمل تكتيك، جعلنا نقول بلغة الثقة والإبهار كما أنت يا الهولندي فنان. مدرب منتخبنا الوطني بن فيربي. سلام. حيو فيربي، يلا سمعوني. إلى قائمة منتخبنا الوطني نحييهم فرد فرد، من كانوا في دكة البدلاء وأيضاً من مثلونا على أرضية الملعب. إلى اللاعبين ونبدأ مع الكباتن. الكابتن سليمان البريكي، تحية للكابتن سليمان. يلا 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 سمعوني هالصيحة من هنا وهناك. حيو سليمان، يستاهلوا، عافية عليكم.
نواصل. تحية للكابتن أحمد فرج، تحية للرواحي، تحية للكابتن أحمد، ونزفهم فرد فرد إلى منصة الإنجاز. سلام وتحية أيضا للكابتن محمود مبارك. سلام يا محمود ويا نجوم المنتخب. والمنصة تترصع بنجومها، لون الذهب لونك يا الأحمر. التحية أيضا للكابتن وللمنصة يا كابتن باسل الرواحي. سلام لك يا باسل. نواصل مع الأبطال، والقادم هو الكابتن نادر عوض. حيوه. تحية لنادر. نواصل مع قائمة أبطالنا. التحية القادمة للكابتن محمد فرج. حيوه. المنصة تترصع بنجومها وأبطالها في أمسية الاحتفال بأبطال خليجي 23. التحية القادمة للكابتن مني ومن الجمهور ومن عمان، للكابتن علي الجابري. حيوه. نواصل مع الأبطال. وينك يا علي؟ وينك؟ وينك يا علاوي؟ وينك يا أبو حسين؟ نورت يا علي. نواصل مع أبطالنا، مع نجومنا. القادم للمنصة هو الكابتن ياسين الشيادي. حيوه. الله عليكم يا أبطالنا، اللي لونكم لون الذهب وإنجازكم الكاس رقم واحد، القمة الصعبة الذي لا يقهر. نواصل نكمل. البطل القادم هو نجم منتخبنا الكابتن سعود الفارسي. حيوه. المنصة بالأبطال والمدرجات بأبناء عمان في لحمة اعتدناها دوما بأن تكون في هذه الأرض الطيبة. تحية لسعود. نواصل والقادم هو الكابتن سامي الأحسني. حيوه. سامي للمنصة مع تحية الجمهور. شكرا لك ولكل النجوم ولمن صنع هذا الإنجاز. التحية أيضا للكابتن الفنان عبد العزيز المقبالي. سلام. تحية لك يا عبدو، وسلام لك سلام، ولكل نجوم الأحمر في ليلة احتفالنا بكم يا أبطالنا. وينك يا عبدو؟ وينك؟ سلام لعبدو. نواصل مع الأبطال والقادم واحد من صناع عجلة منتخبنا التهديفية في هذه البطولة، الكابتن جاك من البعيد وحطها، سعيد الرزاقي. سلام يا سيد. سلام. نواصل مع الأبطال وإلى الصخرة قلب الدفاعات الذي من الصعب أن تفك شفرته، من الكابتن فهمي سعيد. ولا التحية. حي فهمي وكل الأبطال. نواصل إلى السد المنيع صمام الأمان. من من من؟ وينك يا أبو جاسم؟ الكابتن محمد المسلمي. ولا التحية. أبطال يا نجومنا، استاهلوا الفرحة الكبيرة، صنعتوا الإنجاز في كل عمان
والفرحة الكبيرة والأكيدة لعمانة وسلطانة، وبكم أنتم كشباب حققتم المراد ورجعتم بالرقم واحد الإنجاز. نواصل مع الأبطال. القادم هو الكابتن. وينك يا علاوي؟ الكابتن علي البوسعيدي يا فنان. الشريان الذي يضخ الحياة للجهة اليسرى في تشكيلة منتخبنا، لكل التحية. نواصل نكمل. علي وينك يا علي؟ دورت يا علي؟ تحية لعلاوي، استاهل التحية. في اسمه سعد وتساهيل لله درك يا ولد سهيل. القادم هو الكابتن سعد سهيل، ولا التحية. سلام. نواصل نكمل نحتفل نفخر ونفاخر بشباب عمان صناع الإنجاز، فلهم كل السلام. مع الأبطال على منصة الإنجاز. حياك يا ولد سهيل، حياك، نورت يا سعد، نورت. نواصل مع أبطالنا. القادم يصنع لك من الهجمة شكل ثاني، فكر ثاني، حل ثاني. مين؟ الكابتن جميل اليحمدي. سلام. وينك يا جميل يا فنان؟ وينك يا جميل يا فنان؟ تحية لك يا جميل. نواصل. راكز ومرتكز، خط الوسط لعبته بجداره. القادم هو الكابتن حارب السعدي، ولا السلام. نواصل وياكم مع نجومنا. اوه ويوه وياه يا الوسط المهاجم الرسام اللي ختمها أمس مسك بالجول والهدف اللي حرك عمان كلها، مع بحد صوت معلقنا أحمد الكعبي وهو يبكي فرحة وفخر بأبطالنا. النجم يا جماعة الخير القادم محسن جوهر. سلام. نواصل مع أبطالنا. والقادم في مقدمة منتخبنا هجومنا الكابتن خالد الهاجري. سلام وتحية لك يا خالد يا أبو الوليد، وينك يا بطل وينك؟ هيه يا أنت، شوي بس اسمعني. ماذا فعلت ليلة الأمس يا أنت؟ جننت الفرح وفرحت الجنون، أصمتتنا الكرة التي لا ترحم ثواني، خنقتنا، جعلت جدراننا أكثر حياة منا، لتأتي أنت وترد في الدقيقة القاتلة بثقة الكبار بيدك العظيمة وتقول يا عمان الكاس تبيك، ولدك ما راح يخيب ظنك فيه. قلت للأولى القاتلة لا، وقلت للأخزمة لا، وقلت للكاس نعم ونعم ونعم. بالثلاثة انت عماني يا فخر بلادي يا سبايدر مان. عمان فايز الرشيدي. سلام للبطل.
استحقوا أبطالنا. نواصل نواصل، والقادم والقادم مع الكاس، قال فيه الشاعر حميد البلوشي: يا شكر غالي يا سبب، يا ريحة جيل الذهب، من اللي بقى واللي ذهب، يا ارتكاز الرمح في عين المهب، يا ارتكاز ونص ما يعرف تعب، يا الصباح ويا العتيم، يا سرب أهلا يا قديم، كانوا معك ربعا وكانوا، ومن ربع قبل ما نذكر ونتحدث وندعو كانوا، قبل ما ندعو كانوا ربيعة وسنته رائد إبراهيم. رائد إبراهيم، رائد إبراهيم قبل كانوا، رائد إبراهيم، رائد إبراهيم، تعال يا رائد، تعال تعال يا ود إبراهيم تعال. ومن ثم ومن ثم ومن ثم ارجع كانوا للكاس، ارجع يا كانوا للكاس، للكاس يا كانوا لو سمحت، للكاس يا كانوا لو سمحت. التحية كانت ممزوجة بينك وبين رائد، في نهايتها لرائد، والحين بنعليها بالصوت لأحمد كانو كابتن منتخبنا وأفضل لاعب في البطولة، يستاهل التحية. التحية القادمة قبل أن نسدل الستار على سجل التحايا والسلام والاحتفال بالأبطال للمدير الإعلامي للاتحاد العماني ولمنتخبنا المعلق أحمد الكعبي، سلام لك يا أحمد. ونختمها بالمشرف العام على المنتخبات الوطنية نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الدكتور جاسم الشكيلي. تحية للأبطال، تحية لصناع الإنجاز، لكم جميعا من رسمتم هذه الأمسية الجميلة، أنتم من قلتم بأن الكلمة ستكون فارقة، ونعم كانت في ليلة الأمس فارقة ومختلفة، رددناها رجال قابوس ما راح يخيب ظنون، وكنتم على الموعد والعهد، وها هو الكاس بيننا، نحتفل بكم كأبطال، ونعم يا رجال أعمال ونعم. تحية للدكتور جاسم الشكيلي. إلى التقاط الصور التذكارية لنجوم منتخبنا على منصة الإنجاز، بعد أن كانوا بالجد والاجتهاد والعمل الدؤوب والإخلاص هناك في الكويت بلد النهار، ليعودوا بالكاس إلى عمان وتنطلق الأفراح. والآن الكل في منصة الإنجاز، تحية كبيرة لنجوم منتخبنا وصناع الإنجاز أبطال خليجي 23. إلى لحظات التقاط الصور التذكارية، ثم سننطلق وإياكم إلى الحفل الفني. إذا ندعو الآن لاعبين منتخبنا، يوم الأمس احنا كنا مو وياكم، من الشاشات نشوفكم ونحتفل معاكم، هذه المنصة نجومنا أبطالنا دكتور والجميع أعدت لكم لنبيها الحين منكم كابتن ونجوم، تستلموا الكاس وتلفوا به في هذه المنصة المضاءة لكم والمحتفية في مساء جعلتموه مساء أحلى من ألف ليلة وليلة، الكاس لكم، ونبيه يلف في هذه المنصة محتفل بكم ومحتفي بكم. الكاس وصل يا جماعة الخير، هلابة وحيابة في دار عمان، كانوا وينك يا كانوا. الكاس ونبي يلف المنصة أنت ونجوم المنتخب، هذا طلب من الجمهور، تعيدوا لنا الفرحة اللي كانت يوم الأمس كابتن، تعيدوا الفرحة إن شاء الله. إن شاء الله، أمين يا رب. الله يعطيكم الصحة والعافية.
لكم الكاس والمنصة، تفضل يا مصورين. طيب بينطلقوا من المنصة وبيلفوا إن شاء الله بالكاس أمام الجمهور في كل الملعب، بعدهم في لياقتهم ما عليكم منهم، ما تعبانين أبدا. دكتور جاسم يقولهم يلا يلا يا شباب، يلا بنلف الملعب معاهم إن شاء الله. يلا سلام سلام يا أبطال، سلام عفي عليكم. الكاس بيلف، اي والله جي في كل بيت. يا هلا بالعماني أبد، اي والله مجنون نحبك ونشهد. نسأل الله للعود، يا الله العود هذا علمنا رفع دوم سنة. دوم دوم وين هوين الصدقة، وين الصدقة، وين يجمعنا يا مجنون. هتفنا غالية منتخبنا، إذن أحمر أحمر نبدأ الآن رحنا لك مع منتخبنا في الملعب، وستنطلق بعدها إن شاء الله تعالى الأفراح مع نجوم الفن العماني وغناوي عمانية. الإضاءة وين؟ الإضاءة وين؟